استاذ محمد، لماذا هذا التفاوت واتعامل معه ازاي؟ قل لي، انا عايزك انت تشرح لي انا كمستهلك اتعامل ازاي، لان انا ما انا لازم يكون عندي غضب، ما انا غضبان. انا العشرة دي اللي كنت بنزل بيها اللي كانت بتجيب حاجه، النهارده بتجيب نصها، اعمل ايه؟ هو الحقيقه يعني في شكل جديد دلوقتي بالنسبه لاداء التاجر في الغرف التجاريه. التاجر ممكن بيشتغل في سلعه واحده وهي دي اللي بيشتغل وبيكسب فيها، ولكن في باقي السلع هو بيصبح مستهلك، يعني مش تاجر طول الوقت. ففي توازن بين حته هو بيكسب ايه وبيستهلك ايه. فبقى من وجهه نظري التجار كلهم دلوقتي عندهم شويه حنيه على المواطن، يعني ما بقوش باصين ان لا هيكسب. دي الحقيقه، دي الحقيقه، دي الحقيقه. ثانيه واحده، والتنسيق مع الدوله. التاجر عنده حنيه على المواطن. ايوه طبعا، اشكرك. طبعا طبعا، المواطن مش ملاحق حنيه. التجار من كل الجهات والله. التجار كلهم ناس وطنيين. طبعا انا متاكد انهم وطنيين. تمام. ويحبوا بلدهم، وزي ما بدات كلامي هو ممكن تاجر في سلعه واحده، ولكن في باقي الحياه ما هو مستهلك. فبيبقى هات وخد، يعني الموضوع مش زي زمان ما الناس بتردد لا في جشع والناس بتقرص. يعني ما فيش جشع؟ عايز تقول لا ما فيش جشع؟ لا انا مش شايف اي جشع خالص. خالص؟ خالص، نهائي. نهائي؟ نهائي. يعني الدنيا كده جميله؟ تجار فئه وطنيه بيحبوا بلدهم. وبيعملوا اللي في صالح. لا يعني بالظبط. اهلا بيك جدا معايا نهار. اهلا وسهلا. والله نورتنا. والله يا استاذ محمد.